أولا أهلا بك أخي الكريم وبقناتكم الموقرة. أهلا في بك. البداية أود أن أقول أن كل الأطراف الليبية مرحبة بالحل السياسي، ولكن تحت شروط وضوابط معينة، وعلى رأسها إبعاد كل الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة من المشهد، وهذا ما تم تجاهله من قبل البعثة الأممية في ليبيا. نعم، لكن أستاذ علي، ألم يتم الاتفاق على موضوع الإخراج كل الجهات الأجنبية من ليبيا خلال 90 يوما أمس أو يوم الجمعة خلال اتفاق جنيف؟ نعم أخي الكريم، تم الاتفاق عليه في اجتماع جنيف، في الاجتماع 5+5، ولكن هذا ما تم تجاهله في مؤتمر أو في اجتماع تونس من قبل البعثة الأممية. يعني هل نفهم أن هناك جهات أجنبية مشاركة في هذا الحوار الليبي؟ نعم، في هناك أطراف أجنبية مشاركة في الحوار أو تحرك في أطراف ليبية داخل الأراضي الليبية. طيب، هناك أيضا تتهم البعثة الأمم المتحدة بمحاولة إعادة وتدوير جديد لدور الإخوان في هذه المشاورات. ما الذي تسعى إليه البعثة من إدخال الإخوان في هذه الحوارات السياسية؟ أولا أخي الكريم، البعثة الأممية والتي تترأسها المدعوة ستيفاني ويليامز، والتي وظيفتها الوحيدة هي استنكار ما يقوم به الجيش الليبي، حتى وصلت بها أن تستنكر تحركات الجيش داخل الأراضي الليبية بين قوسين حقه المشروع، ولكن لا تستنكر المعارك الحاصلة بين الميليشيات الغرب الليبي، ولا تستنكر فرض الأتاوات على أصحاب المحلات، ولا تستنكر تحرك التنظيمات الإرهابية في الغرب الليبي بكل أريحية. فلا تستغرب من هذه البعثة من نيتها في إعادة تدوير الإخوان. أما نية البعثة الأممية أخي الكريم، فهي فقط إفشال اجتماع 5+5 في جنيف أو خلق جسم موازي له. نعم، أشكرك جزيل الشكر علي خوجة، ناشط سياسي، كنت معنا مباشرة من جدابية.